الاستهزاء والسخرية واللعب والضحك والنكت على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو على الشريعة أو آيات الله الشرعية أو الكونية. نعم، قل أبالله يعني ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ إلا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يوجد عذر لهذا. نعم، بعض الناس يقول هو مسلم، تقول أنا لا أدري أنه سب الرب كفر، ما أدري. سبحان الله، إذا لا تدري أنه سب الرب كفر إيش تعرف من الدين أصلا؟ نعم، إذا أخواننا هذه مسألة خطيرة جدا، لابد نحذر، لا نسمع ولا نتكلم بآية أو حديث إلا ونحن خائفين، نقف عند حدود الله. نعم.